تم توقيف نجل الفنان الشعبي الهاشمي قروابي المدعو مروان قروابي متلبسا بحيازة المخدرات والأقراص الملوثة والحقن. والأصح هو أنه تم توقيف شقيقه محمد قروابي فيتقدم. ونذكر أن مصالح الأمن ولاية الجزائر أوقفت محمد قروابي شقيق مروان قروابي متلبسا بحيازة المخدرات والأقراص المهلوسة والحقن. تم توقيفه من طرف الشرطة بمنطقة البطوار ببرج البحري مرفوقا برعيتين إفريقيتين وحجز 2.1 غرام من الهيروين وكمية من الحبوب المهلوسة بحوزتهم، أيضا مبلغا ماليا بالدينار والأورو. ونجدد الاعتذار لمروان قروابي وعائلته عن الخطأ الوارد في الخبر الذي وردنا قبل قليلاً.